لسه بنتابع مع حضراتكم تطورات الأحداث في مسلسل الحشاشين، وشفنا في الحلقة الـ12 المشهد بين حسن الصباح وابنه وهو بيكلمه عن حق الصديق. لكن خلونا نرجع ورا شوية، المشهد اللي كان بين ابن حسن الصباح الحسين مع معلمه. طبعا الحسين هو الابن الأكبر لحسن الصباح، وشفنا العند اللي كان عند الطفل وهو بيطلب من المعلم ان هو يرجع للقلعة عند والده، قلعة والده، قلعة طبعا الموت. لكن المعلم في هذا المشهد قرر ان هو يعاقب الطفل علشان عناده، كان العقاب هو الحرمان من الطعام. ازاي يكون التصرف مع الاطفال العنيدة في هذه المواقف؟ ايه هو التعامل الصحيح والاخطاء الشائعة جدا في التعامل مع الطفل العنيد؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها من دكتور محمد عبد العزيز الخبير التربوي. اهلا بحضرتك على شاشة اليوم السابع. اهلا بحضرتك. يعني هذا المشهد يا دكتور، وهو قرار المعلم بحرمان الطفل الحسين من الطعام، هل العقاب مع الطفل العنيد بيكون ده تصرف صحيح ولا غلط؟ لا طبعا، الطفل العنيد اولا لازم القائم على التربيه والتعليم، انا بتكلم على معلم، يعني المساله مش قصه المعلم بس، قصه المعلم وقصه الاباء والامهات، لان هم دول كلهم المنوطين بتربيه الطفل. بالتاكيد انا بتكلم يعني بشكل عام، العقاب مع الطفل العنيد بيكون صح ولا غلط؟ قصدي على المعلم، بتكلم في لحظات معينه بيبقى محتاج العقاب، لكن ده بيتوقف على ايه؟ يتوقف على تحديد نوع العناد عند الطفل. هل هو عناد بشكل عرضي، يعني حاجه كده جت نتيجه موقف معين، ولا هو عناد بشكل مرض، يعني الطفل عنده اصرار باستمرار على العناد حتى في المواقف الحرة، ولا هو عناد بشكل متكرر، بقى هو هنا عنده يعني بصوره هو يتلذذ في مساله العناد. فهو لابد القائم على معالجه الموقف لازم الاول يحدد النوع اللي عند عند الطفل ده، هل هو متكرر، هل هو عناد شخصي مرضي، هل هو عناد عربي. فدي نقطه مهمه. هو حضرتك في البدايه، هل هو عناد طبيعي؟ هو في عناد طبيعي؟ طبعا طبعا، كل مرحله عمريه بتبقى ليها اهتمامات معينه، يعني الطفل في تعرف الاطفال دايما بيحبوا عندهم حته تشتغل، دايما يحب ان هو يحب استطلاع، دايما يسال، وده طبعا صفه من صفات الطفل الذكي، مش اي طفل على فكره. في اطفال بيبقى عندهم حاله من الكسل، يعني هم علماء النفس الاجتماعي قالوا هذا الكلام، او علماء الاجتماع قالوا هذا الكلام، قسموا العناد الى الانواع المختلفه. فهو كان في نوع من العناد بيبقى عناد طبيعي، يعني هو خاص بسمات المرحله العمريه. ما بيكون عناد صحي. العناد صحي طبعا، لان هو في طفل ذكي عنده نشاط دايما بيسال. انت عارف حضرتك ان النهارده العلم اثبت ان العناد ده بيبقى احيانا له ظهور وراثيه، يعني ظهور وراثيه، بحيث ان هو بيبقى الطفل عنده مشكله في ماده الدوبامين. الماده دي بتساعد، يعني ممكن يكون الشخص الطبيعي الماده بتفرق بصوره طبيعيه، فدي اللي بتساعد الانسان ان هو يتكلم، بيساعد ان هو يحل مشكلاته، يستفهم، يطرح اسئله. فلما بيكون في مشكله في الماده دي، يعني عنده طفره وراثيه او طفره جينيه بتعمل مشكله، بتقل نسبه الدوبامين فيزيد عنده العناد. فمهم جدا جدا ان الشخص اللي قائم على التربيه يبقى عارف ايه نوعيه العناد اللي عنده الطفل، هل هو عناد طبيعي؟ هل هو عناد عرضي؟ جه بصفه مرضيه مثلا؟ يعني لابد يكون عشان نقدر في الحاله دي نقول هنعاقب، لان اذا كان العلاج طبيعي صفه طبيعيه او سمه طبيعيه، هنا ما يبقاش فيها خطا، يبقى في الحوار صحيح، لكن يكون في حوار. اما اذا كان العقاب متكرر بصفه متكرره والطفل عنده اصرار ان هو يعمل الخطا، هنا لازم يكون في عقاب، بس يكون عقاب هين. طب قبل ما ننتقل لمرحله الحوار والعقاب، هو ايه اسباب العناد؟ يعني هو ممكن يكون حاجه وراثيه، ايه الاسباب الاخرى اللي بتسبب ان يكون الطفل عنيد؟ والله بصي، ممكن تكون حاجه مجتمعيه، يعني انا هفترض مثلا ان في طفل هو يا اما حد الذكاء قوي يا اما قليل الذكاء. اذا كان حد الذكاء يعني مش قادر ان هو يتفاهم مع اقرانه، فبيكون عنده اصرار على انه يعمل سلوك معين. وممكن يكون الطفل ما هو ذكي، يعني يكون قدراته ضعيفه بالنسبه لاقرانه، فبيحاول ان هو يثبت وجوده باي شكل. ممكن يكون اسباب ذكر الاخرى، يعني المشكلات الاسريه اللي بتحصل مثلا بين الاب او بين الام او المشاكل طبعا الزوجيه بالتاكيد بتحرك شخصيته بشكل كبير، عايز يلفت انتباه اللي حواليه، فبيعاند، بيعمل حاجه خطا وهو عارف انها خطا.
لكن هو مضطر عليها. فالعداد له اسباب كتير، له يعني له تفاصيل كتير قوي. فمهم قوي قوي ان القائمين على التربيه يكونوا عارفين هذا الكلام، لان احنا لو تم اتخاذ اجراء مع الطفل العنيف في غير موضوع ممكن يجيب نتائج عكسيه ويتحول الى عناد مرضي. يعني احنا نقدر نقول انه ابرز الاسباب هو التجاهل مثلا، وساعات بيحصل طبعا انه بيكون في مش تمييز، لكن المعامله ساعات بتكون مختلفه، تمييز بين الابناء، ده ممكن يكون برضو احد الاسباب اللي بيلجا الطفل للعلم، مش ملفت الانتباه انتباه من حوله. طيب اكيد. طيب حضرتك بتقولي انه العقاب ممكن يعني نصل للعقاب ويكون حل سليم، بس مش في كل المراحل، في مرحله معينه. ازاي بقى؟ نبدا الاول بالحوار. هو دايما بص حضرتك دايما يعني مع الطفل العنيد، الطفل او حتى المراهق يعني حضرتك لابد ان احنا بقى عندنا علم بان كل مرحله عمريه ليها اهتماماتها الخاصه. يعني الطفل عامه بيبدا يظهر عنده العند في يعني الابحاث قالت انه من سن 6 لسن 8 سنوات في المرحله بالذات. الطفل خلاص بدا يدرك المجتمع اللي حواليه، بدا يدرك العلاقات الاجتماعيه، بدا يدرك حاجات كتير. فهنا في الحاله دي ممكن انها تظهر عنده بعض الاضطرابات، يعني الاضطرابات ممكن نحطه او نخصه تحت عنوان اضطراب سلوك معارض، يعني هو عايز يقرب وخلاص. الحاله دي لابد ان يكون لحد سن كام يا دكتور؟ من 6 ل 8 سنوات، لحد سن كام بقى؟ لا ما هي دي في مرحله الطفوله. بعد كده بقى بعد كده هي ممكن تمتد على فكره، لو ان الاسلوب اللي اتعامل فيه الطفل العنيد اسلوب خاطئ ممكن يتحول الى اضطراب نفسي بعد كده، ويبقى هو عنده ده شيء طبيعي، يعني جزء من شخصيته، وتمتد معاه في مرحله المراهقه وتزيد. مرحله المراهقه معروفه ان هي مرحله انقلاب على الواقع، يعني تغيير جذري. طبعا بيتغير تغيير كامل، زي ما حضرتك بتقولي تغيير جذري في كل حاجه. احنا اول حاجه احنا الاباء والامهات لازم نتقبل فكره العند عند الاطفال، ده شيء طبيعي، وخصوصا هذه المرحله العمريه، وكمان من بعد 8 سنوات هذا السن بيبدا يحصل تغيير في شخصيه الطفل، بيكون في تغير كبير. تمام، احنا نبدا بالحوار. طيب انت بقى الجأ للعقاب. الجأ للعقاب اذا كان في تكرار، ويبقى عقاب هين، يعني عقاب يعني احرمه من اللعبه اللي بيلعب بيها. اشوف الحاجه اللي هو بيحبها قوي واحاول احرمه منها، وما يبقاش حرمان تام، يعني يبقى العقاب تدريجي. ولازم افهمه انا بعاقبه ليه، مش مجرد عقاب وخلاص، لان ممكن لو انا عاقبته من غير ما افهمه انا بعاقبه ليه، يكون نتيجه انه يعمل زي ما بقول لحضرتك يتحول الى اضطراب سلوكي ويستمر على كده. يعني هل العقاب من الطعام، هل ده عقاب بسيط ولا ده عقاب؟ لا لا طبعا، لا مش كويس، لا مش كويس خالص. لا مش كويس خالص، يعني ممكن هو يمكن في طب كل ما يتكرر العند من الطفل بيتكرر برضه العقاب؟ ما كده احنا بنقف في دائره مغلقه. الحاله دي لا، في الحاله دي بقى لازم يتعرض على طبيب اخصائي سلوك. يعني لتكرار العقاب هو هياخد على كده خلاص. بالظبط، هو هياخد على كده وخلاص، هيبدا هو يعني بيزيد طبعا في العند، وبتبدا العند يزيد عنده بشكل كبير. بالظبط، هو بيستهين بفكره العقاب. بالظبط كده، بالظبط. هو اهم حاجه ان يعني افتح باب للحوار، يعني على فكره في ناس كتير بتعتقد ان الطفل مش لازم نتحاور معاه او ما ينفعش الحوار. لا بالعكس، بالعكس، ده الطفل العنيد بالذات بيبقى شخصية ذكية جدا. فمحتاج ان انا اتحاور معاه، لازم اساله هو بيعمل كده ليه؟ طب انت عملت الاسلوب ده ليه؟ احاول ان انا اعلمه باسلوب الضد، يعني بمعنى ايه؟ افرجه على قصص معينة، احكي له حكايات يكون فيها يعني توجيه بشكل غير مباشر. طب وايه ابرز الاخطاء الشائعة اللي حضرتك لاحظتها من اولياء الامور في التعامل مع الطفل العنيد؟ الصراخ، الصراخ او الضرب او التعنيف الشديد، او زي ما حضرتك شوفي في المسلسل هو عمل له حرمان من الطعام، كل دي مشكله، لان هو يعني التصرفات الخطيره ان لما يكون الطفل بيعمل تصرف عنيف تقوم الاب او الام يصرخوا فيه. الطريق ده بيخليه هو لا هياخد اتجاه، هو هينفذ اللي هو عايزه وهيستمر على كده. لا لا، هو اكثر حاجه ممكن يعمل العنف الضرب والصراخ. طب وبعض المواقف، هل من الافضل في بعض المواقف مثلا لو في مكان عام، في مكان ما، محل العاب، الاطفال حضرتك عارف طبعا بيكونوا طلبات معينه او بيشبطوا في لعبه معينه، هل من الافضل ان هو يتم الرضوخ هنا لطلب الطفل علشان ننهي الموقف، او يكون انهاء الموقف هنا ازاي في الحاله دي؟ لا، هو التدليل الطفل، اصل الطفل ممكن يكون على علم ان والده يقدر يشتري اللعبه دي او ما يقدرش،
لازم هنا يكون التصرف على حسب الموقف. يعني انا النهارده مثلا انا رحت في مكان ما، انا كولي امر كاب او ام رحت في مكان معين والطفل شبط زي ما حضرتك بتقولي في لعبه معينه، كويس، لازم اخد ودي معاه. والام بتكون اقرب للطفل، الام بتكون قريبه جدا للطفل، ممكن ان هي لو عودته ان يكون في حوار بينهم بعض هتقنعه ان هو لا معلش اعزف عن اللعبه دي المره دي، طب هنجيبها لك المره الجايه، طب لما يكون معانا فلوس، طب يعني اوجد، يعني حاول اوجد الحجج اللي يقدر هو يقتنع بيها. صحيح. عشان ما يتحولش الى نوع من الحرمان. ما يتحولش اذا انا استجبت له الى نوع من التدليل، هيبقى طفل مدلل وهيتحول على كده. صحيح. طبعا بتكون مرحله صعبه، ويعني مهما كان يعني زي ما حضرتك ما قلت هو الاعلانات بيكون شيء طبيعي، لكن ده لا يقلل طبعا من الصعوبات اللي بيواجهها اولياء الامور في هذا الامر، لكن ده ما يمنعش انه للمدرسه بيكون ليها دور كبير في تقييم طبعا سلوك الطفل والتعامل مع الطفل العنيد. احنا عارفين طبعا يعني منظومه التربيه قبل التعليم، ايه دور المدرسه يا دكتور في التعامل مع هذا الامر؟ دور المدرسه اولا لازم يكون في يعني يكون في تواصل ما بين الاسره. يعني انا النهارده كاسره وديت ابن المدرسة، أنا عارف ابني كويس، أنا كأب أو كأم عارف سلوكيات ابني وعارف أخلاقياته وعارف كل ما ينجب عنه. فهنا في الحاجة لما يروح المدرسة لازم يكون مدرسة على علم بهذا الكلام عشان المعلمين أو ذات المدرسة ما تتفاجئش، وبعدين يبدأ التصرف خاطئ، يبقى فيه نوع من التنسيق بين الاثنين. وده بقى بيكون هناك دور الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، ويكون فيه تواصل باستمرار مع المدرسة عشان خاطر يعني الأم بتكون عارفة ابنها كويس. صحيح. ابني لو عمل كذا في الفصل يكون التصرف ازاي، ويكون المعلمين على علم بهذا الموضوع، لان ممكن زي ما حضرتك شوف اذا حضرتك حكيت على الموقف اللي حصل في المسلسل المعلم عاقب الطفل ازاي. هنا المعلم لو حصل انفصال ما بين دور المدرسه ودور البيت او الاسره في مشكله، يعني التواصل هنا مهم جدا بين المدرسه والاسره. انا لو بعالج عندي في الاسره والمدرسه بتعمل العكس ده مشكله. صحيح. طبعا لازم يكون في تواصل، وحقيقي يعني كلها نصائح هامه جدا من حضرتك. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد العزيز الخبير التربوي، شكرا لك يا دكتور على وجودك معنا. ايضا كل الشكر موصول لحضراتكم، ودي كانت يعني ابرز النصائح لكيفيه التعامل مع الطفل العنيد بعد المشهد اللي شفناه في مسلسل الحشاشين. وطبعا يعني مش عايزه اطيل على حضراتكم، لكن احنا عارفين انه الدراما هذا العام بتتناول العديد من الرسائل، كل الاعمال الدراميه فيها العديد من الرسائل الهامه، التعامل مع الاطفال والاهتمام بهم، ويعني وغرس طبعا القيم الهامه لهم في الاعمال الدراميه الاخرى طبعا يعني اللي تتناول هذا الامر. انا بشكر حضراتكم على المتابعه والى اللقاء.